الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤيا التحطيم مرآة الزجاج في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل جل عنا كل خير. تحطيم مرآة الزجاج في المنام، حيث ذهب البعض لما هو سوء والبعض لما هو خير، حيث إذا كان تحطيم مرآة الزجاج متعمدا كان ذلك والله أعلم ربما يحمل أن تكون إشارة إلى التكبر والتعالي في أمور من حوله والله أعلم. في حال كان الحالم يقوم بتحطيم مرآة الزجاج دون تعمد يدل ذلك على زوال همومه ومشاكله والله أعلم. عندما يرى الحالم المرآة تكسر دون تدخل يدل ذلك على تعرضه للفراق أو الموت، يعني هو هيسافر ويفرق اللي معاه أو حد من اللي هو عارفهم هيموت والله أعلم. أشار علماء التفسير أن الطاولة في المنام تدل على المرأة، حيث إذا رأى الرجل الطاولة الزجاج تكسر في المنام يكون ذلك والله أعلم تكون إشارة إلى تعرض زوجته إلى الصدمة أو المشاكل. في حال رأى الشاب الأعزب أنه يكسر طاولة من الزجاج في المنام يكون والله أعلم دليل على قيامه بجرح فتاة، بينما يدل شرائه طاولة زجاج جديدة في المنام يدل على ارتباطه بفتاة تتمتع بمشاعر حساسة والله أعلم. عندما يرى الرجل المتزوج زجاج سيارته يكسر في المنام يدل ذلك على موت شخص قريب منه والله أعلم. كذلك يمكن والله أعلم علامة أن تكون إشارة إلى انتهاء بعض العلاقات أو الفراق عن شخص عزيز، كما أن رؤية كسر زجاج السيارة للفتاة العزباء في المنام يدل على المشاكل والأزمات التي تعيشها. في حال رأت المرأة المتزوجة كسر زجاج السيارة في المنام والله أعلم يكون علامة على التعرض للهموم. إذا رأى الحالم أنه يقوم بتحطيم الزجاج كان في ذلك والله أعلم تكون إشارة إلى تحطيم وإنهاء علاقته بشخص ما في حياته والله أعلم. كذلك يدل تحطيم الزجاج للمرأة الحامل على المشاكل والخلافات مع الزوج والله أعلى وأعلم. وأيضا يشير تحطيم الزجاج للمرأة المتزوجة إلى المشاكل والخلافات الزوجية الصعبة والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.